الغابي أن الخداوي نفسه وراء هذا التدبير. من ثم عاد ليلا إلى منزله ليجد الضباط ينتظرونه وهم في حالة ثورة، ثم فوضوه زعيما لهم يفدونه بأرواحهم، وما زالوا يضغطون عليه حتى قبل أن يكون مفوضا. وفي الحال كتبت عريضة إلى دولة رئيس النظار رياض باشا، مقتضاها الشكوى من تعصب عثمان رفقي لجنسه والإجحاف بحقوق الوطنيين، والتمس فيها تشكيل مجلس النواب من نبهاء الأمة المصرية تنفيذا للأمر الخديوي الصادر إبان توليته. في الأول من فبراير شباط عام 1881 استدعي عرابي وزميلاه علي فهمي وعبد العال حلمي لديوان الوزارة لمناقشة ترتيبات حفل زفاف شقيقة الخديوي، وهناك جرى اعتقالهم واحتجازهم. وصف عرابي لاحقا هذه اللحظات بقوله: وبعد إقفال باب السجن جاء خسرو باشا، وكان رجلا صلفا جاهلا، فوقف خارج السجن وقال: إيه زنبيل لهيرفلر، يعني فلاحين شغالين بالمقاطف. على أن الأمر كان أخطر من مجرد تحمل سخرية خسرو باشا، فقد علموا في محبسهم أن باخرة نيلية قد تم تجهيزها لتصحبهم، وقيل إنها تحمل على متنها 3 صناديق بحجمهم تم إحداث ثقوب بها. إلا أن الأمور لم تصل بهم ليلاقوا مصير إسماعيل المفتش، لأنهم كانوا قد اتخذوا من الاحتياطات ما يؤمن خروجهم من هكذا مأزق. فما لبثت قوات موالية لهم بقيادة البكباشي محمد عبيد أن وصلت لديوان الوزارة، حيث اقتحمته عنوة ودون مقاومة تذكر وأطلقت سراحهم. إلا أن هذه الواقعة لم تمر دون أن تنتبه أطراف معنية، لأن هناك لاعبا قد ظهر على الساحة المصرية لا بد أن يوضع في الموازنة، كما وشت بذلك بعد عدة شهور رسالة تشارلز كوكسون القنصل البريطاني في الإسكندرية إلى وزير خارجيته لورد غرانفيل، والموجودة ضمن وثائق وزارة الخارجية بالأرشيف البريطاني، وقد ذكر فيها: إن الحركة العسكرية قد نشأت بين الضباط العرب أنفسهم الذين يشعرون بجرح الإهانة بسبب وضع القيادة في يد الأتراك والشركس حصريا، وللأسف فهم لا يثقون على الإطلاق بتأكيدات الخديوي ورياض باشا. لم يلبث محمود سامي البارودي صديق الثوار أن أقيل من منصبه كناظر للجهادية، وجيء بداود يكن الذي سهل عهده بقرارات تستهدف إخراج وحدات الجيش المتمردة من العاصمة، وقد رفض ضباط آلاي القلعة تنفيذ الأمر واعتصموا في ثكناتهم، بل وأكثر من ذلك قرروا أن يتوجهوا بقيادة عرابي قائد آلاي العباسية والرجل صاحب النفوذ الأقوى في الجيش إلى قصر عبدين عصر يوم 9 من سبتمبر 1881 ليعرضوا على الخديوي مطالبهم، والتي ستتمدد في لحظة فارقة لتستوعب مطالب الأمة بكاملها. هو طبعا وقفة سبتمبر ده كانت جزء من حركات سياسية متدرجة بدأت في مصر منذ نهاية عهد الخديوي إسماعيل. تقول عايزين دستور، عايزين مجلس يتكلم باسمنا. قوى وطنية كثيرة جدا، مثقفين وطنيين بدأوا يلتفوا، تلامذة الأفغاني اللي كانوا ما زالوا موجودين بقوة في الساحة الثقافية المصرية، كل دول بدأوا يتحركوا ويؤثروا في داخل القوات المسلحة، من مطالب عسكرية إلى مطالب تخص الأمة. يعني ما بقتش بقى حكاية أنا عايزة أترقى، أنا مش عايزة أتنقل، أنا عايزة أبقى مع... لا، تكون البطل أو ظهور البطل. يعني عندما وجد عرابي نفسه يواجه الخديوي زال الجفوة أو أقصد الرابة التي بين الحاكم والمحكوم، وبدأ عرابي يتحدث باعتباره يمثل الأمة فعلا. من ضمن ما ذكر كوكسون في رسالته
أنه يأمل أن يتمكن شريف باشا من إقناع الضباط أن الخراب سيحل بهم وبعائلاتهم ورفاقهم وبلادهم إذا لم يتراجعوا عن الموقف المحفوف بالمخاطر الذي يتبنونه. أما أوكلاند كولفين المراقب المالي في مصر فيكتب تقريرا يصف الضباط في نبرة عنصرية بأنهم شرقيون لم يعتادوا أفكار أوروبا القاسية ولا الانضباط العسكري، رغم أنه يعود فيعترف أنهم يتألمون تحت وطأة شعور قوي بالظلم. ترجع أهمية وثيقتي كوكسون وكولفين ضمن وثائق الأرشيف البريطاني لكونهما الشخصين اللذين شهدا وقفة عابدين وقاما بالتفاوض مع القائم مقام أحمد عرابي بعد انسحاب الخديوي، ومن ثم فإن توصياتهما ستؤسس لقرارات لندن لاحقا والتي يبدو أنها انحازت لجانب كولفين. فعلى صعيد احتمالات التدخل العسكري نجد أن كولفين ومنذ اليوم الأول لم يغلق الباب تماما أمام هذا الخيار، حيث يذكر في رسالته عن الضباط: وإذا مد إليهم جسر تراجع يضمن لوالي البلاد عدم تكرار أعمال العنف فلن أوصي بحال باتخاذ إجراءات متطرفة بحقه. أي أن الإحجاب عن الخيار العسكري كان مشروطا عند كولفين، بينما عند كوكسون نجد أنه كان يراه أصلا مشروعا كارثيا، حيث يذكر في رسالته مخاطبا وزير خارجيته: أشعر بأنني ملتزم بتحذير سعادتكم من أن نزول قوات أوروبية ربما يؤدي إلى كارثة مرعبة، إذ أعلن عرابي به وفقا لما سمعته من مصادر موثوق بها أنه في هذه الحالة لن يكون مسؤولا عن سلامة الأجانب، وتحدث عن قدرته على حشد قوة قوامها مليون من البدو الذين وعدوا بتقديم المساعدة في مقاومة أي غزو أجنبي. لم يلتفت إلى تحذيرات كوكسون لجرانفيل وزير خارجيته، لأن جرانفيل ببساطة كان قد ترك الموضوع برمته للسير تشارلز ديلك وكيل وزارة الخارجية للشؤون البرلمانية. كان ديلك صاحب قدرة على التأثير في أعضاء مجلس العموم، وكان من ناحية أخرى يتمتع بدعم قوي من رجل المال والسياسي النافذ جوزيف شيمبرلين، والذي رغم انتمائه لحزب الأحرار كان من أشد الصقور فيما يتعلق بحماية مصالح بريطانيا وراء البحار ولو بالقوة. البريطانيون الذين اتخذوا قرار الاحتلال كانوا مجموعة صغيرة جدا في الواقع. كانت هناك معارضة في البرلمان وخارج البرلمان، بل وحتى داخل مجلس الوزراء. لذا فمن قرر الدخول في هذا الاحتلال لمصر هم واقعيا مجموعة صغيرة تؤمن بأنها على حق. كانت جزءا مما أسميه ثقافة الإمبريالية. إلا أنه كان في بريطانيا أيضا وعلى طرف النقيض مما يسمى بثقافة الإمبريالية، كان هناك رجال مثل ويلفريد سكاون بلانت، والذي رغم كونه مجرد دبلوماسي سابق مستشرق ورحالة وشاعر ليس له أي موقع رسمي، فقد صنع لنفسه في مصر دورا مثيرا للجدل. كان ويلفريد سكاون بلانت واحدا من رجال العصر الفيكتوري الذين آمنوا أن لديهم أفكارا لحل مشكلات العالم، وكان لديه من أوقات الفراغ ما يسمح له بوضع أفكاره موضع التطبيق. كان رجال من أمثال بلانت يمثلون كابوسا لوزارة الخارجية البريطانية. أنا لا أشك في بلانت على الإطلاق، وأعتقد أنه كان مخلصا في كل ما كتبه، وما تزال كتبه، كتابه خصوصا كتاب التاريخ السري لاحتلال انجلترا لمصر، اهم كتاب واكثر كتاب تعاطفا مع الثوار العرابيه. انه من المثير للاهتمام ان نجد انه بعد عقود قليله من احتلال مصر كتب بلانت مذكراته عن تلك الفتره.